أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يقول: هل قوله وما أنزل إليكم أي إلى الرسل جميعا أم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المراد القرآن، المراد بذلك القرآن. وما أنزل، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فهم يؤمنون بالكتب كلها، التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى، هذا كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما نزل وما أنزل علينا وما جاءنا، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه نزلت في المؤمنين من النصارى كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول وآمن بالقرآن، وإذا سمع القرآن بكى وقال هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. نعم.